أطلقت شرطة مكافحة الشغب الماليزية صباح اليوم قنابل الغاز المسيل للدموع، واستخدمت خراطيم المياه لتفريق آلاف المحتجين الذين خرجوا في مسيرة مطالبين بإصلاحات انتخابية في ماليزيا. نحو 25,000 شخص خرجوا إلى ميدان الاستقلال بوسط العاصمة كوالالمبور للمطالبة بإجراء تغييرات في النظام الانتخابي الذي يقولون إنه غير نزيه. وطلب المتظاهرون بمراجعة قوائم الناخبين وإتاحة الفرصة لجميع الأحزاب السياسية لعرض برامجها في وسائل الإعلام. وهتف المتظاهرون الإصلاح الإصلاح. وليس من المتوقع من الناحية الرسمية إجراء الانتخابات العامة في ماليزيا قبل حلول العام المقبل، ولكن هناك تكهنات بإجرائها في موعد مبكر ربما خلال العام الحالي.